بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده إن شاء الله نتكلم عن درس جديد في الوحدة الثالثة بعنوان فكرة رائعة. الدرس ده بيتكلم عن شخصية عندنا جديدة كده اسمها مروان. يبقى النهارده هنتكلم عن شخصية ولد اسمه مروان. مروان ده كان تلميذ في الصف الرابع الابتدائي. مروان كان تلميذ في الصف الرابع الابتدائي. أسرة مروان كانت بتتكون من الأب، الأم، الأخت الكبرى، الأخت الإيه؟ الكبرى. يبقى تتكون أسرة مروان من الأب، الأم، الأخت الإيه؟ الأخت الكبرى. أسرة مروان كانت متعودة دايماً إنها تجتمع كل يوم خميس. يبقى أسرة مروان كانت متعودة إنها تجتمع كل يوم خميس في المساء طبعاً عشان تتحدث في أمور حياتهم، كل واحد يتكلم في أي موضوع حصل له طوال الأسبوع. يبقى تاني كده على طول، أسرة مروان تتكون من أب، أم، الأخت الكبرى، مروان تلميذ في الصف الرابع الابتدائي. أسرة مروان كانت متعودة إنها تجتمع في كل يوم خميس في المساء للتحدث في أمور حياتهم. وفي يوم من الأيام كانوا قاعدين مع بعض مجتمعين، فكان مروان عنده فكرة. مروان عنده إيه؟ فكرة، وهم قاعدين مجتمعين. ركز معايا عشان الفكرة اللي هيقولها مروان هنلاقي الأب هيعلق عليها، الأم هتعلق، والأخت برضو هتعلق. طيب، فهم قاعدين، الولد مروان قاعد كده بيفكر، فقال له يا بابا أنا حابب في فكرة كده في دماغي، حابب إن أنا أستشيرك في تنفيذها، وأستشيرك دي يعني أخد رأيك فيها. فطبعا الأب قال له أنت دايما يا مروان بيبقى عندك أفكار جميلة، تفضل قول فكرتك. قال له يا بابا أنا فكرت كده مع نفسي، لقيت إن أغلى حاجة في حياة الإنسان هي أيام العمر، وعشان كده أنا قررت إن أنا أكتب كل حاجة بتحصل لي كل إيه؟ كل يوم. فطبعا هنا الأم ضحكت. الأم إيه؟ ضحكت. طيب هي ليه الأم ضحكت؟ الأم ضحكت لأن مروان حابب إن هو يكتب كل اللي بيحصل له، على الرغم ان هو لسه سنه ايه؟ لسه سنه صغير. يبقى هنا تعليق الام على فكره مروان انها ضحكت لانها رات مروان او تعجبت من ان مروان سوف يكتب كل ما يحدث له وهو في هذه السن الايه؟ الصغيره. اما بالنسبه للاخت، الاخت قالت له انت عايز تعمل زي طه حسين، انت عايز تعمل زي مين؟ زي ما عمل طه حسين. فبيقول لها هو مين طه حسين دوت؟ فقالت له طه حسين اديب مشهور لقب بعميد الادب العربي، كتب قصه كبيره قوي اسمها الايام، وكتب فيها جزء كبير جدا عن ايام طفولته، فانت عايز تعمل زيه يا مروان؟ قال لها بالظبط انا عايز اعمل كده، اكتب كل حاجه بتحصل لي، ولما اكبر اطبعها في اطبع الورق اللي انا كتبته ده في كتاب واعمل كتاب ليا. طيب بالنسبه لراي الاب ايه بقى؟ رأي الأب أعجب الأب بفكرة مروان، يبقى الأب أعجب بفكرة مروان، تمام كده؟ طيب، نيجي بقى نبص على أهم الأسئلة اللي بتيجي في الدرس دوت، يقول لي أول حاجة مما تتكون أسرة مروان؟ أسرة مروان بتتكون من إيه؟ اتفقنا مع بعض أسرة مروان بتتكون منها الأب والأم والأخت الإيه؟ والأخت الكبرى. يجي سؤال تاني يقول لي ما الذي اعتادت عليه الأسرة؟ أسرة مروان كانت متعودة على إيه؟ أسرة مروان كانت متعودة إنها تجتمع مساء كل يوم خميس، ها أسمع، تجتمع مساء كل يوم خميس. طب يجي يقول لي ولماذا؟ للتحدث في أمور حياتهم، للتحدث في أمور إيه؟ حياتهم. طيب، ما الفكرة التي أراد مروان أن يستشير أباهم في تنفيذها؟ إيه هي الفكرة اللي بيتكلم عنها أصلا الدرس كله، وإن مروان حابب إن هو ياخد رأي بابا فيها؟ هو أن يكتب ما يحدث له كل يوم، أن يكتب ما يحدث له كل إيه؟ كل يوم. ودي بقى بين قوسين كده اللي هي تسمى يوميات، تسمى إيه؟ يوميات، عبارة عن أوراق بتكتب بكتب فيها كل حاجة بتحصل لي كل إيه؟ كل يوم، وهي إيه؟ وهو ده اللي كان مروان عايز إيه؟ عايز ينفذه. طيب لماذا ضحكت الأم؟ طبعا قلنا ضحكت الأم لأن مروان أراد أن يكتب يومياته وهو في هذه السن الإيه؟ الصغير، وما ننساش إن هو كان في الصف الرابع الإيه؟ الابتدائي. طيب ما اسم الكتاب الذي قرأته أخت مروان؟ اسم الكتاب إيه؟ طبعا كتاب الأيام، وما ننساش إن الكتاب ده لطه حسين، كتاب الأيام لإيه؟ لطه حسين. طيب
يجي يقول لي ماذا تعرف عن طه حسين؟ مين هو طه حسين؟ طبعا طه حسين لقب بعميد الادب العربي، لقب بعميد الادب العربي، عين رئيسا لجامعه الاسكندريه ثم وزيرا للمعارف اللي هي دلوقتي تسمى وزاره التربيه والايه والتعليم. يبقى طه حسين كان وزير للتربيه والتعليم سابقا. اهم ما يعمله طبعا حديث الاربعاء وقصه الايام. طيب هناك شبه ما بين قصه الايام اللي كتبها طه حسين وما بين اللي عايز يكتبه مرام. طبعا ان طه حسين حابب ان هو يكتب، او طه حسين كتب عن ايام طفولته، ومروان برضه هيكتب عن كل حاجه بتحصل له في ايه في طفولته. اخر سؤال عندنا يقول لي ما راي الاب في فكره مروان. طبعا الاب اعجب الاب بفكره مروان، وده اللي خلى مروان يبقى ايه يبقى سعيدا. وبكده ان شاء الله نكون خلصنا الدرس بتاعنا. وما ننساش يا ابطال نحل ان شاء الله التدريبات اللي على الايه اللي على الدرس ده في الكتاب المدرسي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.